نفتخر في شركة Creative Bit Solution أن نكون نحن المدربون لبرنامج Fab Academy التابع لمركز Bits and Autumn التابع لجامعة MIT في بوسطن. الحمد لله حصل هذا البرنامج على ثقة الKGOC وثقة أبناء الKGOC بحيث قاموا بتطوير مهارات وكم من المهارات الكبيرة خلال فترة الستة أشهر، بحيث حصلوا في كل أسبوع على تقنية حديثة أو مهارة جديدة أو علم أو نوع من أنواع الابتكارات العلمية الذي يعتبر من الابتكارات الحديثة في العالم. قام فريق الKGOC بتطوير مجموعة كبيرة من المشاريع خلال تلك الأسابيع، بحيث انتقلوا من مراحل بسيطة إلى مشاريع معقدة كبيرة تحت إشراف فريق تدريبي وفريق من السوبرفيجن اللي هو من السوبرفايزر الإقليمي ثم السوبرفايزر والمشرف العالمي وهو دكتور نيل. احنا مثل ما نشوف الحين وايد ناس قاعد يفتقدون الحرف اليدوية، مثلا ما نشوف ناس مثلا يشتغلون بالصحي او بالكهرباء بالبيوت، الكل يطلب العمال اساس يسوون لهم هالادوات هذه. فكره الفاب لاب انه يعطيكم برامج ويوفر لكم امكانيات تقدرون انتم تستفيدون منها وتسوون القطع اللي انتم تبونها. اتكلم الحين بالنسبه حق مشروعي بالفاب لاب، وايد ناس بالنسبه حق السيدات والكبار بالسن عندهم مشاكل بحمل الاشياء او الادوات اللي يشترونها حق شققهم العلويه. ففكرة البرنامج المشروع مالي إن الجهاز يشيل لهم الأغراض ويوديهم حق الأدوار العليا. أولاً بغيت أتكلم عن مشروع الفاب لاب. مشروع الفاب لاب هو مشروع دولي يهدف إلى تطوير مهارات الأفراد في تنفيذ مشاريعهم بأنفسهم. مشروعي أنا Follow Me Robot. Follow Me Robot من اسمه روبوت يلحقك وين ما تروح. طبعا يهدف المشروع هذا الى تقليل الجهد في سحب الاوزان الثقيله في المخازن ولا اماكن البناء او الجمعيات. انا فخور جدا اني اكون ضمن اول فريق يمثل دوله الكويت في هذا المحفل الدولي. إضافة لذلك أنا فخور جداً أني أكون ضمن هذه المجموعة المميزة الموظفي الشركة الكويتية لنفط الخليج اللي أتوا من مختلف التخصصات ومختلف الإدارات. فاب لاب مشروع كبير تشارك فيه العديد من الدول. بالكويت هالسنة هذه شاركنا للمرة الأولى، تبنت المشروع الشركة الكويتية نفط الخليج. حالياً إحنا في الأسبوع التاسع وتحديداً في اليوم الأخير الأسبوع التاسع واللي خلاله راح نسلم أول مشروع مشترك للمجموعة. طبعاً مشروعنا نفذناه في الوقت المحدد ولله الحمد، إن شاء الله راح يحوز على رضا لجنة التقييم. لمشروع النهائي كان عندي أكثر من فكرة، استقريت مبدئياً على إحدى هذه الأفكار وهي مصدات آلية يمكن استخدامها في البيوت أو في حماية المزروعات أو أي من الأمور الأخرى.